عنده عمر وعلي ما شاء الله، ربنا يخليهم لك كده تفرح بيهم وتشوفهم احسن مننا كلنا. انت كمان ولادك عمر وعلي يخليهم لك. قد ايه بقى؟ 11 سنه. واكيد الثاني 11 سنه. ها اكيد الثاني 11 سنه. 11 سنه. توينز. توينز. ايوه هم دول. لا بس دول كان هنا كان صغيرين شويه يعني، هنا كان 7 سنين مثلا. بس بتقالي في واحد شبهك واحد شبه شيرين. بالظبط. الشمال علي. واليمين شيرين طبعا، باين هو طبعًا. عمر مالهمش بعض خالص يعني، الاثنين عكس بعض تماما، مختلفين تماما يعني. مين اللي قريب منك اكتر يعني، شبهك في الشخصيه، اللي شبهك ولا اللي شبه شيرين؟ علي اللي هو اللي على الشمال. اللي على الشمال شبه جدا ما شاء الله، جدا 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 فوق. والشمال شبه يمين شبه مامته. عمر هو شبهها حتى في الشكل. مختلفين في ايه بقى؟ لا مالهمش علاقه ببعض خالص يعني، يعني عكس بعض تماما. بس الاثنين بيحبوا الرياضه. جدا. انا مش مخليهم بعيد عن الكوره خالص، هم كده كده بيحبوا الكوره. وانت تنس بقى؟ انا بشوفك تنس بقى. تلعب تنس؟ انا على طول عايش تنس. بحب التنس جدا. علي بيحب الكوره وعمر الاثنين. علي بيحب حاجات مالوش علاقه بعمر، ده بيحب اكل مالوش علاقه بده، ده عنده طموح في حته، وده عنده ده عصبي وده هادي، ده بيحب الفلوس ده ما بيحبش الفلوس. عندي حاجات كتير كده. في واحد منهم بيحوش فلوس ملوش حل. عمر ده بقى. ايه بقى؟ ده بقى عنده حصاله كده محوش فيها مثلا بتاع مثلا 30,000 جنيه وهو لسه عنده 10 سنين يعني. ياخد مني مثلا 100 دولار 1000 جنيه 2000 جنيه حد يديله 5 حد يديله 10 فيقعد يلم، فتلاقي عنده مثلا ايه يعني مامته ساعات تخش تقلبه مثلا في 3 4000 جنيه. دول هديهم لك انا، هديهم لك والله العظيم. بيسالها تاني يوم ما بينساش اصلا، مامي فين كان في فلوس انت خديهم مني الشهر اللي فات انا عاوزها دلوقتي. لا ما بيسيبش حق. مفاضيع. التاني مش التاني ولا فارق معاه اصلا، ولا عايز فلوس، ولا هو عامل زي يعني، هو عامل زي جدا في الحته دي، ما بيعرفش، بيحب الحياه كده. مش عارف والله. تاني عامل زي شيرين يعني. ها شيرين يعني تقصد تاني؟ لا لا باخد لك حقك. وانت صغيره بقى كنت هاديه ولا يعني كنت كده برضه؟ كنت كده ايه؟ هاديه يعني. كنت ولا شقيه يعني اكتر من كده؟ لا كنت شقيه، كنت بلعب كتير جدا، بس كنت في البيت هاديه يعني، كنت في البيت هادية شوية. مش شبه غالية خالص، غالية أحلى مني. وكنت إخوات كتير. أنت ليه إخوات كتير؟ مثلا تسعة؟ أنا تسعة. ما شاء الله. أنا رقم تسعة. يعني فرق بينكم قد إيه؟ والله الفرق بيننا كلنا سنتين، ثلاث سنين، سنتين، ثلاث سنين، ثلاث سنين، أربع سنين كده. بس مثلا الفرق بيني وبين أخويا كبير قوي، 18 سنة. ما شاء الله. يعني كان في الجامعة وأنا لسه بتولد. ما شاء الله. وعاملين متهيألي جروب على الواتساب جماعة الخير وأصدقاء الخير. السلام عليكم. بتعملوا فيه إيه؟ وأولاد الأصول. والجروب ده ما عدا محمد مثلا. لو حد مزعل حد ما بندخلوش بعد. تطلعوه من ال من الجروب. يعني بنطلع عينه. أقرب واحد فيهم مين ليكي؟ يعني كل حد قريب مني في حاجه معينه. بس اكتر واحد حمدي، اللي هو حمدي جميل. ده شكله لسه طيب. عريس جديد. لسه متجوز. متجوز قريب. ده اللي اكبر منك على طول. ده اللي يعني اكبر مني بثلاث سنين بالظبط. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يعني.